طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد في مقر اقامه الاهلي قبل مباراه اليوم وقبل ساعات تحديدا من انطلاق هذه المباراه عشان نطمن من خلاله على كل الاجواء اللي بتتعلق بفريقنا واخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم، طمنا اخر الاستعدادات وازاي الاهلي بيستعد لمباراه اليوم وكل الكواليس من خلال مقر اقامه الفريق يا كريم، طمنا. الحقيقه طبعا في البدايه جديه واصرار وعزيمه ورغبه امور كثيره جدا في لعيبه النادي الاهلي. قدرنا انت عارف زميلي امير مباراه اليوم بينتهي بيبدا يستعد النادي الاهلي للمباراه الاخرى والبطوله الاخرى، ودي الحقيقه يمكن سمه لاعبي النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني اللي قام بدور كبير جدا. الحقيقه زميلي امير انا عايز ابدا معاك بالجهاز الفني بالكامل وتحديدا بيتسو موسيماني الجانب النفسي، الراجل بيشتغل عليه بامر رائع ومميز جدا. يمكن امبارح كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي زي ما انت ذكرت هنا في فندق الاقامه، الملعب مميز جدا، لكن قبل التدريب اكثر من 60 دقيقه محاضره للاعبي النادي الاهلي، بتنتهي المحاضره بيجتمع بالجهاز الفني، الجانب 60 دقيقه طبعا زي ما اكدنا وقلنا الجانب النفسي مهم جدا، فالراجل بيستفيد فيه بشكل كبير، كل الامور الخاصه طبعا بالتحليل نقاط القوه والضعف والثغرات سواء مع موسيم محلل الاداء وايضا كمان كابتن احمد سليمان، الامور دي يمكن بينهي بيها المحاضره الفنيه، بيكون فيها محاضره فيديو، بيكون فيها تحفيز، بيكون فيها كلام مهم جدا للاعبي النادي الاهلي. وكل اللعيبه الحقيقه شافت الفرحه الكبيره اللي كانت فيها دوري ابطال افريقيا، شافت قد ايه جمهور النادي الاهلي مستني بطوله كبيره جدا، بطوله ورا بطوله ورا بطوله، ده امر مهم جدا من بدايه مجلس الاداره مع الكابتن محمود الخطيب اللي بيحاول يوفر كل المناخ الطيب لمجلس للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تواجده رساله مهمه جدا ومردودها بيكون كبير جدا على كل لاعبي النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، الرساله بتوصل امير سريعا. لعيبه النادي الاهلي اكيد عارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي وعارفه اهميه البطولات وعارفه ان النادي الاهلي داخل على مرحله مهمه جدا، فتره قليله لكن فيها عدد كبير من البطولات كلها تكتب بحروف من ذهب في يمكن تاريخ لاعبي النادي الاهلي بالكامل وايضا الجهاز الفني. فيا رب ان شاء الله النهارده كمان بقى مع بطوله كاس مصر باذن الله، كاس مصر رقم 37 يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. تدريب امبارح امير كان تدريب مهم جدا، في مفاجات في التشكيل، مش عايزين طبعا نتكلم على التشكيل المتوقع لكن بقول لك النهارده في مفاجات في تشكيل فريق النادي الاهلي وفي مهام هتكون مهمه جدا. يا رب ان شاء الله الاختيار اللي شفناه في تدريب الامس يكون لعيبه موفقه فيه، نفذوا تعليمات بيتسو موسيماني كابتن طارق العاشر طبعا كمان على الجانب الاخر مدير فني مميز جدا، نادي طلائع الجيش عمل مباراه اكثر من رائعه، قدر ان هو يصعد على حساب نادي الزمالك، فالتاكيد واحترام المنافس ده كان امر مهم جدا اكد عليه اكثر من مره الجهاز الفني وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ والشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، كل اللعيبه الكبار بتاكد على هذا الامر، نحترم المنافس ان شاء الله ربنا يكرمنا مع الحاله الكبيره والجديه والرغبه الكبيره جدا مع لاعبي النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كمان ارجع حرص ان هو يسلم على لعيبه النادي الاهلي قبل انطلاق المران، حفزه بشكل كبير جدا على اهميه هذه المباراه واكد في كلمات بسيطه جدا، كلماته بتكون بسيطه زميلي امير لكن بتوصل بشكل مؤثر سريع جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النهارده جدا ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون في الميعاد كالعاده، لعيبه جمهور النادي الاهلي منتظر الفرحه الثلاثيه تكتمل، حققنا بطوله الدوري العام، حققنا دوري ابطال افريقيا اللي كان غايب 7 سنوات عن النادي الاهلي، ان شاء الله كمان النهارده تكون البطوله رقم 37 في دولاب بطولات النادي الاهلي ويكتمل الثلاثيه هذا الموسم الرائع والشاق جدا على كل لعيبه النادي الاهلي. في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلي امير محاضره الفنيه الاخيره في فندق كان اكتر من 40 دقيقه، يمكن يعني المحاضره الفنيه كانت 4:30 مطوله شويه المحاضره لكن زي ما بقول لك كلها بتيجي بالفايده وبالاجاب على لعيبه النادي الاهلي. بينتهي المحاضره الفنيه مع اللاعبين، بيجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني بالكامل، كلها امور طبعا بتكون قراءه فنيه لكل الامور الخاصه بنادي طلائع الجيش، ويا رب ان شاء الله باذن الله مع الجهد الكبير وكل الجهد الكبير اللي اتبذل خلال الايام الماضيه يكلل بالنجاح النهارده، وان شاء الله تكون فرحه كبيره جدا على كل لاعبي النادي الاهلي. كنا بنعمل يكون في وليد سليمان متواجد معانا، ديانج متواجد معانا، اجاي وايضا كمان احمد ياسر، لكن ان شاء الله القادم يكون افضل، يلحقوا بطوله السوبر الافريقي. الامور كلها الحمد لله امير ماشيه بشكل مطمئن ورائع وطيب جدا لفريق النادي الاهلي، ينقصنا بقى التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه الصعبه جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. انا معاك يا امير برضو لو في اي استفسارات. طيب كريم، في معادله صعبه جدا مش اي حد يقدر يستوعبها فيما يتعلق بانك فريق قدرت تحقق اكبر بطوله قاريه وهي بطوله دوري ابطال افريقيا، بتخلص البطوله دي بتخش بعديها في تحدي اخر وهو كاس مصر من خلال ادوار اقصائيه نص نهائي وداخل كمان في النهائي. ازاي تم التعامل نفسيا بخلاف جلسات مستر موسيماني مع اللاعبين، لكن ازاي تم التعامل نفسيا ما بين لاعبي النادي الاهلي قبل مباراه اليوم عشان تقدر تفصل ما بين الفوز ببطوله قاريه كبيره وانك كمان تفرح جمهور النادي الاهلي من خلال بطوله جديده النهارده؟
نقطة مهمة جدا طبعا زميلي امير، وباكد لك على هذا الامر. يعني هرجع في التدريب اول امس اللي كان في على ملعب مختار التتش، كان العادة طبعا بيكون جرعة تدريبية كاملة، لكن في تشبع كبير عند لعيبة النادي الاهلي بالتدريبات، وكمان كان نشوة الفوز كانت رائعة ومميزة جدا. ان تاخد بطولة كانت غايبة على النادي الاهلي لمدة 7 سنين، الفرحة كانت كبيرة جدا، الحمل زاد على لعيبة النادي الاهلي، لعيبة النادي الاهلي واللعيبة التحديد الكبار في الفريق بيتكلموا في هذا الامر. الرغبة موجودة عندنا والاصرار موجود عندنا، لكن الكلام ده لازم ينفذ في ارضية الملعب، احترام المنافس، ندخل المباراة بكل جدية، نقدر نخلص نحرز هدف واثنين وثلاثة. النادي الاهلي ولاعيبته ومجلس ادارته طماعين في لغة الكورة في البطولات، وده امر مهم جدا ان لعيبة النادي الاهلي تكون مهيئة نفسها بشكل كبير، كل بطولة نخش فيها ناخدها. عندنا عدد كبير يا امير من البطولات هذا الموسم، وهتكون طفرة كبيرة، وهكون امور جمهور النادي الاهلي يكون سعيد جدا جدا جدا. النادي الاهلي قدر ان هو يحقق كل البطولات هذا الموسم، لان الضغط كبير والفتره قليله جدا، لعيبه بتجدد دوافعها بشكل مستمر جدا، الجهاز الفني بياكد على هذا الامر. كابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا كان مجتمع مع لعيبه النادي الاهلي قبل انطلاق المران، قال لهم الاصرار والجديه وعزيمه، شخصيه النادي الاهلي هي اللي تحسم كل حاجه، بطوله تنتهي ناخد اللي بعدها، بطوله تنتهي ناخد اللي بعدها. كل اللعيبه يمكن باين على وشوش امير وباين على لعيبه النادي الاهلي ان في هدف، في رغبه، في اصرار. ان شاء الله باذن الله النهارده نشوف جيم يليق باسم للنادي الاهلي. الفنيات والامور دي ممكن لعيبتنا ما تكونش موفقه النهارده، لكن اهم حاجه تنتهي 90 دقيقه ويكون لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله حصل على كاس مصر اللي هيكون ان شاء الله رقم 37 في تاريخ دولاب بطوله النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله امير كل الامور والمناخ والظروف، حكم المباراه النهارده كمان كابتن محمد حنفي يكون موفق النهارده في اداره المباراه باذن الله. كل الامور والعوامل المساعده كلها تكون معانا في هذه المباراه الصعبه جدا، وبناكد على هذه المباراه مباراه صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين في الجهاز الفني، يسعدونا النهارده ويسعدوا مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز المتالق كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد في مقر اقامه الفريق قبل ساعات قليله جدا من انطلاق المباراه الهامه في نهائي كاس مصر امام طلائع الجيش النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه.